إذا الأستاذ منار، شفت معك واحد الإشكالية كنت تناولناها هنايا. حنا دائما في إطار كنهضروا على الإشكالية الكبرى اللي كنقولوا ديال إعادة للنقاش العلاقة ديال الدولة بالمجتمع، هذه المعادلة الكبيرة. أستاذ منار كيسمع؟ كيسمع. كيسمع السي منار راه نيكو؟ كتسمع منار؟ دابا مزيان دابا مزيان؟ صافي. إذا كما قلت الأستاذ منار عمد معك بواحد الإشكالية، هو أن قلت أن حاليا دابا يطرح في إطار هذه المناقشة ديالنا حول المعادلة أو علاقة الدولة بالمجتمع، هذه المعادلة الكبيرة اللي من الناحية النظرية مطروحة في علوم السياسية، وحاليا أصبح النقاش أيضا على وظيفة الدولة في ظل الأزمة. هل تغيرت؟ لماذا تغيرت؟ ما هو النموذج المختار للدولة الملائم للمجتمع في زمن الوباء؟ ولكن نرى أن هناك بعض النقاشات أصبحت تذهب حاليا إلى أن الوباء لم يعد يهدد فقط الأجسام، وهذه المسألة كنشوفها في الدول الغربية، دابا النقاش أصبح كثير، ولكن أصبح يهدد حتى بعض الدول، أن بعض الدول أصبحت تحس بالخطأ كذلك نتيجة بعض ردات الفعل الاجتماعية ديال المجتمع، لأن بدات كتدخل في الاحتجاجات، بدات كتدخل في ردات الفعل السلبية. حنا كما كنشوفوا في بلادنا لحد الآن كما قال الأستاذ الأساتذة أن كان التفاعل إيجابي من طرف المجتمع. إذا كيف ترى ذلك الأستاذ منار في إطار العلاقة ديال الدولة بالمجتمع في زمن الوباء؟ تفضل. تحية لك سي حميد، وتحية لسي عمر وسي عبد الرحيم وسي عبد الحميد وسي محمد الغالي وسي أحمد مفيد. أنا التحقت بكم متأخرا لدواء أفراح ولدواء بكر ولشي معركة أخرى نقاش آخر. سي حميد، بالنسبة أولا قضية الدولة، علاقة الدولة بالمجتمع، وكما نعرف هادشي ديال عن بعد دابا وليتي تقدر دير جوج ندوات في نفس الوقت، يعني ندوات ايجابية تعرفو بلا ما تسافر. رانا كان الأسبوع كله ندوات ودرجة التركيز، راه دابا حنا السي عمر شدينا ساعتين، ما صيفش شي ميساج باش يقول لي ودي وراك عليك، خلانا ساعتين بيقول لي الناس عجبهم داك الشيء السي منار. ايوا سيدي، هذا شرف لينا بالسلامه. اذا علاقه الدوله بالمجتمع، اظن بانه في القانون العام عندنا مطروحه هذه المعادله، والكل يتذكر بانه كان نقاش داخل علم السياسه من يحدد من؟ هل الدوله هي التي تحدد المجتمع ام المجتمع يحدد الدوله؟ هناك نرجع الى اطروحات السي عبد الرحيم العلام، اطروحات مراكش السي رشيد العالمي الانجليزي، احد الاشكاليات الكبرى. هناك الأطروحة المهوية التي تقول بأن الدولة هي التي تحدد المجتمع، هناك الأطروحة السوسيولوجية التي تقول بأن المجتمع هو الذي يحدد شكل الدولة. اليوم في العالم كله كاين نقاش على الدولة، بمعنى كيف ستكون الدولة، لأنه العالم الآن هو في حرب، هذه حرب لكي نتفق، وفي كل مرحلة ديال الحرب يكون هناك خروج لوظيفة معينة للدولة. كانت عندنا أزمات متعددة ويخرج شكل معين، ولكن كاين نقاش آخر على مستوى الدولة. أولا، من هي الدول التي كانت لها تدابير ناجحة؟ هل هي الدول الديمقراطية كيتحدثوا على الدول الغربية، أم هي الدول اللي عندها أنظمة شمولية وكيتحدثوا على الصين؟ من هي الدول التي نجحت في عملية احتواء الوباء؟ هذا نقاش مطروح. كاين تقارير تحذر تقول بأنه هناك مجموعة دول قد تعرف موجات من الاحتجاج وقد تتحول إلى دول فاشلة إذا لم تنجح في تدبير النتائج ديال هذا الوباء، إذا لم تنجح في التصدي. ومن يعود إلى التاريخ سيجد بأن أحيانا الأوبئة عصفت بدول، هذا معروف في التاريخ. إذا حاولت مثلا أن أنقل هذه النقاشات إلى المغرب، أولا طبيعة الدولة في المغرب، كاين نقاش على طبيعة الدولة، كان نقاش دائما هل هي دولة اجتماعية أم دولة ليبرالية، كان هذا الصراع كان موجود، ولكن لاحظنا في مرحلة
الوباء انه اصبح هناك طابع اجتماعي اكثر رغم العديد من المشاكل التي وقعت، ولكن اصبح هنا هذا الحضور، كان حضور ديال الدوله، لاحظنا دوله بمعنى تدخليه شفناها في الميدان، وهذا وضع عادي لانه وضع اللي كان فيه نقاش كبير، لانه كاينه وضعيه ديال الازمه، وفي لحظه الازمه تكون هناك سلطات الازمه، بمعنى انه تعطى سلطات للسلطات العامه لاجهزه الدوله، وتعطى وسائل لمواجهه اوضاع لم تكن متوقعه. هذه مساله اللي لاحظنا بانها عاديه، تصبح ادوات اخرى تشتغل بها الدوله في الميدان ليس هي الادوات في الطرف العادي. وهنا ارجع للهضره ديال السي عمر، حنا عندنا في الدستور المغربي كاين عندنا الحاله ديال الحصار، وعندنا حاله الاستثناء، ولكن عندنا الفصل 21 الذي يقول تضمن السلطات العموميه سلامه السكان. هنا السؤال اللي ما طرحش هو شنو طبيعه، كيف ستضمن الدوله هنا، ما هي طبيعه السلطات التي ستمارسها الدوله لكي تضمن اولا سلامه السكان وسلامه التراب الوطني داخل معادله الحقوق والحريات. انا ما غرقتش هذا النقاش، فقط كنقول بانه كاين هذا الفصل هذا اللي بنات عليه الدوله، ثم كاين الحاله ديال الحصار اللي راه الحاله ديال الحصار عكس ما راه شكل بعض اعتبر بانه كتكون في القضيه ديال العصيان المسلح ولا العصيان المدني، لا كاين حتى الحاله ديال الكوارث حتى هي داخله في هذا الاطار، ثم كاين حاله الاستثناء التي نعرفها كثيرا. كيفاش وقع التدبير الاجراءات هنا؟ خلينا نشوفوا المؤسسات ديال الدوله. اولا غادي نمشي كانت بعدا، اولا كاينه مسؤوليه ديال المجتمع، كنظن بانه حتى واحد ما كان كيتوقع مثلا هذه الطريقه ديال التعبئه ديال المجتمع، المجتمع كان مسؤول رغم بعض الحالات التي وقعت، كاين الناس اللي هما قبلوا يدخلوا، حتى واحد ما كان كيتوقع انه مثلا في البوادي غادي يمكن انه سد الاسواق مثلا، ما كانش كيتوقع بانه، لان المساله راها نفسيه اكثر. اذا كان تجاوب ديال المجتمع، كان تجاوب، ونرجع من بعد الفكره اللي قال السي عمر صحيحه، راه كاين الان واحد الخطا يرتكب خطير جدا، خصنا ننبهوا ليه حنا كاساتذه ديال القانون العام، بانه الاجماع اللي حدث، هناك قرارات حكوميه الان غادي يمكن انها تدينا للخطر، كنبهوا ليه، قرارات حكوميه غادينا للخطر، لانه يتبين بانه العقل ديال الحكومه هنا في هذه المرحله كنتحدث بدا كيفكر، كان تخوف، وانا كان عندي نقاش مع السي احمد مفيد، كان عندي واحد التخوف، وكان الان كنستحضر هو تسييس الوباء، تسييس ديال الوباء بدا الان وغادي تولي عندنا خطوره، داز عندنا مرحله ديال الشوط اللي كان الشوط الاول كان بمعنى كان فيه واحد التعبئه كبيره، وكان واحد المسؤوليه ديال المجتمع ومسؤوليه ديال الدوله، الان الذي يتحمل واحد المسؤوليه على واحد النص قانوني معين، هنا غيمكن انه يشكل واحد الخطر، وكنهضر بالمنطق ديال المخاطر هنا. ولكن قبل ما نجي لهذه النقطه نمشي فقط، بانت بعض العناصر، بان بان مثلا القضيه ديال الجماعه الترابيه اللي كيتحدث عليها السي الغالي، بان واحد المساله وهو انه في نفس المجال الترابي لا يمكن ان يكون اربعه متدخلين، ما يمكنش، بان بانه خاصنا نفكروا المجالس الجهويه في وظيفه اخرى، نفكروا لها في وظيفه اخرى ماشي الوظيفه اللي كتكون الان، كانت تنبيهات بانه في مجال ترابي ما يمكنش انه يكون عندنا تدخل مثلا ديال المصالح غير المركزه ديال الدوله، ويكون تدخل مثلا ديال الوالي، ويكون تدخل ديال مثلا المجلس الجماعي، المجالس الجماعيه، ويكون تدخل ديال المجالس الجهويه، اذا خصنا نفكروا المجالس الجهويه في وظيفه اخرى، بمعنى تكون وظيفه اخرى ليست تكون وظيفه مثلا تداوليه حول مساله مرتبطه بالسياسه العموميه اللي تكون في المجال الترابي، والا راه لاحظنا بانه المجالس الجهويه العمليه اللي دارت الان في ظرف ديال الازمه هي اللي كان خصها ديرها، وهي عبئات موارد وسلمتهم الى الـ الى الـ الى الحكومه. هذا هو الوضع اللي كان خصو يكون طبيعي في كل المراحل، لان ما يمكنش تكون عندنا 77 قرار في نفس المجال الترابي وما انسجمش، ما كاينش فيها نوع من الانسجام. كان نقطة أخرى، البرلمان لم يكن مستعد، وهنا مرة أخرى كنطرحها، أنا لحد الآن ما فهمتش كيفاش برلمان والناس اللي اشتغلوا مع البرلمان في صياغة الأنظمة الداخلية بدا من الدستور، في الحالة ديال الحصار، في الحالة ديال الاستثناء، في الفصل 21، ولم يتوقعوا، بمعنى شنو البرلمان كيفاش يمكن يشتغل؟ هنا البرلمان في نظري أنا لم يتحمل مسؤوليته، المسؤولية ديالو شنو كانت؟ البرلمان هنا كان خصو يدير نقطة واحدة، يفتتح الدورة ما كاين اشكال، ولكن يمشي للفصل 70 يعطي الحكومه خلال واحد المرحله اللي هي يمكن نقولوا شهرين ولا شهر ونص ولا على حسب السلطه التقديريه عنده، هو يعطيهم
يديروا ما يسمى بمراسيم تدابير، ما يشتغلش البرلمان الا البرلمان كيشتغل بطريقه غير دستوريه. علاش؟ كيجي شكون اللي عطى الحق لواحد البرلمان يمثل واحد المجموعه، شكون اللي عطى هذا الحق هذا؟ وكاين القضيه ديال التصويت الشخصي، شكون اللي عطى انه ياخذ هذه المسائل كلها حتى الجلسه العامه وعطى راسها كل اللي شنا، بمعنى كاين فيها عيب دستوري. البرلمان ما تحملش ما بمعنى انه اشتغل بطريقه غير دستوريه، وهنا عطانا نتائج اخرى بدات العمليه ديال التسييس. وهنا غنجي لهذ النقطه هذه. هنايا الحكومه في واحد المرحله بدات تتخذ قرارات خطيره جدا، قرارات اللي المجتمع كنهضروا عليه، العلاقه بين الدوله والمجتمع مشات في واحد الاتجاه. كاين واحد مساله كبيره ديال انه المجتمع الجديد كيتولد، كاين واحد مساله كبيره ديال التعبئه، كاين واحد العناصر جديده كنقراوها، كاين واحد النوع من الانشئه الجديده. ولكن كتجي الحكومه خدات القرار الاول، ما هو القرار الاول ديال الاقتطاع اللي ماشي وقته الان، اقتطاع من اجور الموظفين، هذا خصو. القرار الثاني وهو تخرج مشروع قانون في الوقت ديالو، في الوقت اللي ماشي ديالو، وقت ماشي ديالو الان نهائيا. ورانا نلاحظوا في الوقت اللي كنا كنتحدثوا على مجموعه ديال الحوايج، كنهضروا على رجال السلطه في الميدان، كنشوفوا ممارسات، كنشوفوا ممارسات ايجابيه، كنشوفوا مجتمع اللي كيتطور، كنشوفوا هاد العناصر كامله، ولا النقاش كله علاش؟ على هاد القضيه ديال القانون المتعلق بمراقبه الشبكات ديال التواصل الاجتماعي، خطأ قاتل في وقت غير ملائم. وهنا الا كنا مازال في مرحله ديال الوباء، الا كان غيكون خيار لكي يكون خيار استراتيجي حكومة تفكر، يجب ان تسحب، ان تقوم بسحب فورا هذا المشروع ديال القانون. ليس وقته. ولا اعرف، هنا بدا صراع بين الاحزاب السياسيه، دخلنا الانتخابات وهنا في زمن الوباء دابت عمليه ديال التفكير في الانتخابات. الحكومه اللي هي متضامنه، من المفروض انها متضامنه، بدات في تهم متبادله، كيهضروا على سريه، مسائل، هذه الامور كلها غير بدات تضيف ازمه ديال الحزب ضد حزب. اعتقد بانه بدا التسييس ديال الوباء، واعتقد بان الاحزاب كتحمل واحد المسؤوليه داخل الاحزاب المكونه للحكومه. احسن قرار يمكن ان يتخذ الان في هذا الظرف للحفاظ على هذا التوجه اللي كان مازال كاين الوقت، وهو سحب هذا المشروع بدون اثار، بمعنى وكانه لم يكن، وكانه لم يكن، لانه شوش على طريقه ديال التدبير، وشوش على شكل اللي كنا نتابعه. شكرا استاذ منار.